أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم إلى فكرة الصحة النفسية في برنامج الصحة توب لهذا اليوم، وموضوعنا هو حول علاقة فرط الحركة عند الأطفال وحتى عند الكبار أحيانا في ظل الحجر المنزلي بالاضطرابات النفسية والعزلة الاجتماعية. دعونا نتعرف أكثر حول هذا الموضوع مع الاختصاصية في علم النفس العيادي الأستاذة رولا عز الدين. أستاذة رولا، أهلا وسهلا فيك من جديد بإطلالة مميزة ضمن حلقات صحة توب. أهلا وسهلا فيك، الله يتقبل أعمالك. دكتور رولا، نحن في عنا فرط حركة بنعرفها بالـ ADHD معروفة عند الأطفال، لكن نحن اليوم بظل الحجر المنزلي عم بيصير في عنا كمان فرط حركة وفرط أحيانا هيك بتحس لي عند الكبار صار في هايبر أكتيفيتي كمان. خلنا نشوف شو الأسباب، هل هي دوافع نفسية بحتة أم في دوافع أخرى؟ تفضل. أوكي، هلا عند الأطفال شيء ولما نعمل شيء آخر. هلا بتبلش لها علاقة بعوامل كتيرة، بتكون مرضية، عفوا، صحية، وراثية وسلوكية. العوامل الوراثية هي شيء بياخده من البي والأم، بيكون عندهم هيدي السلوكيات، بتخلق الولد عنده جذع. اثنين، قد تكون عوامل سلوكية، يعني بياخدها من المدرسة ومن البيئة ومن ظروف البيت اللي بيعيشها. من المدرسة بيحكي لأنه بيقلد رفقاته اللي هن بيكونوا كتير فرط حركة عندهم، عم نحكي بالشكل العام بعد ما حكينا بالمرضى. وقد ياخدها من البيت لأنه في مشاكل وأسباب وظروف، وقد ياخدها من البيئة، المحيط الخارجي الممتد، يعني اللي هو الأقارب، الحي وغيره، بياخدها ليتماهى الولد بسلوكياته. هلأ قد تكون أسبابها مرضية إلى علاقة في تكوين الدماغ بالناقلات العصبية عنده، لأنه عند التشخيص تبين البروبلام المرضي. فهي ثلاث عوامل متمحورة حول أسباب هيدي الحركة الزائدة عنده. هو ما بيقدر يضبط تصرفاته لأنه ما بيقدر يعمل تحكم بهيدي اللي خلينا نقول الشرقطة اللي بالناقلات العصبية، ما بيقدر يعمل لها ضبط. هو بيتصرف وبيعتبر حاله على تصرفه عادي، الآخر بشوفه غير عادي وبيشوف إنه هم الأسباب قد تكون وبيرجحوها أكثر إنها هي سلوكية، لكن هي قلنا تمتد بثلاث عوامل يعني. نعم، نحن سكين ذكرنا سوري الدوافع. نحن اليوم بظل الحجر المنزلي بخلال شهر رمضان المبارك بالحالة الاجتماعية الخاصة اللي عم نعيشها، نحن كيف فينا نتصرف مع اللي عندهم فرط حركة؟ كيف فينا نستغل هيدي الجلسات اللي قاعدين نحن ضمن البيت لحتى نعالج ونقوم هيدي الحركة عند الطفل؟ هلا ممكن بالبيت نشوفها أكثر، هلا يعني على الصرخة اللي عم نسمعها من الأمهات عم نشوفها كثير، مزبوط، عم تبرز. ويمكن قد لا يكون إلى علاقها بالاضطراب بحد ذاته بقدر ما إلى علاقة بالحجر اللي عايش فيه الولد. فبدها تتعلم الأم السلوكيات طبعا باجتماع العائلة كلها، يعني لا يعنيها الأمر لوحدها، يعني الأب بده يشترك، يمكن الأخوة الأكبر، يمكن المحيط اللي يكون نعم عمل مشترك. نعم، شو اللي ببلش نعمله يعني خاصة بالبيت؟ بدنا ببلش نعمل تحفيز لهيدا الولد على كل سلوك غير مرغوب فيه، نعمله مثل هيك كالندر صغير له علاقة بالسمايل فيس والساد فيس. كل سلوك غير مرغوب فيه بدنا نعدله، بناخد عليه نقطة، تجميع النقط بيعمل هدية. هيدا التحفيز بيساعد الولد على أنه يبلش شوي يضبط من تصرفاته. ايضا بعمل انشطه بقلب البيت، يعني غير موضوع روتين الدرس والاكل والشرب والقعده والسهره. احيانا فينا نعمل شيء دكتوره نحن وقاعدين، يعني يكون نشاط وبده قعده، يعني مثل الرسم، مثل القص، مثل النشاطات اليدويه. قد ايه بتلاقي هالشيء؟ اذا الولد مشخص ADHD، واذا كان ADHD مفرط، يعني بدك تعذريني، مش كتير قادره تضبطي بالبيت. ما بتقدري تضبطيه كتير، يعني الاشياء اللي بتعطيه هدوء جلوس ما بيقدرها. ابن اللي عنده فرط حركه اكثر من 20 دقيقه ما بتقدري تضبطيه. فمن هيك بدنا نعطيه انشطه فيها اكتف. تقولي لي ليه اكتف؟ لحتى يبلش يتعلم انه مشغول بحسان. مثلا بخليه يساعدني باعداد الاكل، بخليه يساعدني بتطويه الغسيل، بخليه يساعدني بهوفره البيت. شيء بده حركه لاستنفذ له هالطاقه الزايده اللي عنده. نعم نعم. هلا في حدا بيقول لك لا بدنا نحد له منها، ما بيقدر، شو ما عملنا معه ما بيقدر، بدنا نعطيه اكتف اكتف. وبتوصل لامتى برايك دكتوره هيدي الحاله لحتى نتخلص منها؟ قد ايه بدها وقت؟ اوكي، هلا حكما مع الاولاد الصغار نحن بتبرز بسن الست سنوات، يعني لما بيطلع على الصف الاول اساسي، لما ببلش الجد
ببلش انه ما بيقدر يضبط حاله وكذا، بتستمر للمراهقه واحيانا لسن الرشد، لكن كل ما تقدم العمر كل ما خفت لحالها. طبعا نعم من الصغر نحن بنعطي علاجات معرفيه سلوكيه، لانه ما بيمشي معه غير هيك. إلى حين النضج النفسي الكامل لحتى تخف نعم عنده هذه الحالة. طب خلينا هون نشط شوي عن موضوعنا، خلينا نقول هاي الفرط الحركي الزايد وفرط التوتر الزايد اللي عم يعيشوه الكبار اليوم، بكلمة موجزة كيف فينا نحله بشهر رمضان؟ الكبار حكما هن لازم يبلشوا الشغل معنا، يعني مش لازم ندربهم ونعلمهم، لازم هن يكونوا عم بيساعدونا الكبار باعداد الاكل، باعداد الطاوله، بمراسيم الموجوده بقلب البيت، الضيافه وغيرها، وخاصه هلا يعني نحن باشهر فضيله لازم نبلش عن جد ندرب حالنا كيف بدنا نستعد لشهر رمضان، كيف بشعبان في طقوس كثيره نحن لازم نبلش نعملها، يعني بدنا نوزع المهام على الكل لحتى نقدر نعمل ضبط لهيدا الفرط بالحركه على الكل. فينا نقول نحن بحاجة نقوم الحركة الزايدة عند الأطفال، لكن نحن بحاجة لنزيد الحركة عند الكبار حتى ما يقعدوا بظل الحجر وياكلوا زيادة ويعملوا أشياء زايدة، هذا اللي بدنا نوصل. أحسن ما يقضوها على التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. التواصل، نحن بحاجة لفرط حركة عند الكبار بهذه الأيام وخلال هذا الشهر الفضيل، ما يكون في كسل دائما حتى ما نوصل لحالة اضطراب نفسي. شكرا جزيلا لك اختصاصية في علم نفس العيادة أستاذة رولا عز الدين على هذه المشاركة، ورمضان كريم. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى فقرة التغذية، غذاؤك دواؤك، بعد الصحة النفسية، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.